السلام عليكم، يعطيكم العافية. 2/3/21/2022. اليوم بتكلم لكم أول شيء عن كذا شغلة. شوفوا، فتحنا المحاكر، المحكر الألمنيوم اللي كنت أزلق فيه الفروخ، خليت الحمام الفروخ البادية تدش فيه. الفروخ اللي توهم مزلقين جبتهم مني، هذول بادين أهم من العشرة هني، أساس شنو تشمسون عقب الأمطار. هذه من فوائد البيبان المفتوحة، يعني قلبت المحكر مالهم، بخليهم يوم يومين أساس عندي مجموعة الأخيرة بصعدهم وزلقهم. ثاني شيء يا شباب، أنا قلت لكم من أول خلطتي، شوفوا واضحة وضوح الشمس، هذه خلطتي اللي أعلب فيها. قلت لكم إذا صار الجو دافي أحط 4 كيلو بكيلو، يعني 4 كيلو شعير بكيلو. ما عندك كيلو أي معون، هذا 4 منه شعير، 1 الخلطة اللي هي تمبلر. زين، شوفوا إيش النسبة شيء. إذا دفى الجو أسويها قصدي الحين أسويها 3/1، وإذا دفى الجو أسويها 4/1. أهل العراق الخلطات هذه غالية عليهم، عندهم المتوفر يعني السعر رخيص بالنسبة لهم، لأن الخلطات الأجنبية تي من برا يتعاملون يشترونها باليورو، واليورو هم دينارهم نازل، يعني الله يعينهم على علف الحمام خاصة أهل الزاجل. عندهم شعير وذرة بيضة وحنطة وحب الشمس يعتقد، أو القرطم. سألني بفراس، الله يحفظه، صاحبنا من العراق، قلت له بفراس سو حط، إذا حطيت 1 من هذا حط فيه 3 أجزاء، سوى حط القرطم والحنطة البيضة أو الذرة البيضة والحنطة، سو لك 1 من هذا، يعني 1 من هذا أو كيلو اللي يكون عندك اللي تبي تخلط فيه، وقط عليه من 4 إلى 5 شعير. بالدفة قط 4، بالحر قط 5. ترى يا جماعة الحنطة الزايدة مو زين حق الحمام. والحين أنا ماني عارف هل إن اللي عندهم القرطم ولا الحب الشمسي. الحب الشمسي يا جماعة فرق بينه وبين القرطم، هم نفس الشيء بس واحد أطول من الثاني، بس معلومة لازم تعرفونها. الخلطات تنضرب أول ما ينضرب فيها هذا الحب الشمسي، مو القرطم، الحب الشمسي. حمد الشمسي حب العودة اللي هي هذا القرطم، الحين هذا موجود، هذا قرطم، الحب الشمسي يصير أطول منها. هذه أول ما تنضرب، يعني هذه بسرعة تعفن بالخلطات. هذه معلومة يمكن أنا بالتالي عرفتها. المهم هذه نصيحتي لكم، يعني تحطون 1 تخلطونه الحب الشمسي أو القرطم اللي عندكم، أو إن الحنطة أو الذرة البيضة، وتقطون عليه 4 شعير أو 5 شعير. نصيحة لكم منهم، يعني مو معقولة طير ياكل حنطة وتبي الطيرة، أنت أكل هريش أو يريش، أهل العراق يعرفون هالأكلتين، وركض ثاني يوم ثقل غير نمونة ثقل، مو أكلة صحية، كلش مو أكلة صحية. هذه نصيحتي لأهل العراق، بالبرد 4 وبالخمس 5 شعير، يعني 1 من هذا الخلطة 3 وتقطون عليه 4 و5، كافي يا جماعة. الشعير ترى والله طيب حق الحمام القلابي، كلش طيب، كل ما زاد الحر زيد الشعير. اللي سألني الدفتر، انت حمامك ما تعرفه؟ لا انا حمامي اعرفه، اذا بطلت الدفتر كذي اعرفه. شوفوا هني الطير هذا 116 117، مو محاط الاسم. اول شيء، اول ما احي الفرخ احط شو اسمه رقم الحيل، اول ما حيله بالخانه، اول ما حيله صباع الحيل 7.5 ملي او 8 ملي، اول ما حيله احط رقم الحيل، عقب ما يطب بنطلعه من الخانه اسجل الطير. يعني هذا كان مسجل 114، يوم طلعناه من الخانه سجلنا لونه. هذا نفس الشيء. هذول الفروخ اللي سجلناهم هذول حيطبون بشهر 1/22.
هني انا هني كاتب شهر 12 هذول اللي طبوا الفتره اللي طافت لان ما عندي الكميه الاوليه اللي كنت افرخها اول وقت خفت الحمام. زين هذا هني تشوف هني بيطب بشهر 1 ولد الابرك 116. اذا طلعناه من الخانه اسجله، واذا شلته اكتب اني شلته او جسمته او عطيت واحد. هذا الدفتر، هذا الدفتر طبعا مسجل كل شيء، كل شيء فيه الحمام سجل. اول بدايه تبدا الدفتر كنت اسجل اليوز اللي اركبهم، زين اسجلهم على اساس اذا جيت اطلع الفرخه اتذكر الفحل شنو حاطهم. طبعا الحين حفظتهم انا الانتاي والفحل شنو تركبه كلهم، لان عدتهم مره ومرتين اعرف يعني الطير من اشوف فرخ شنو هلا اطالع. هذا مثل ما قلت لكم هذا الدفتر مسجل فيه كل شيء وموثق كل شيء، وهذا طريقتي. اول ما يطلع اول ما نحيي الفرخ نسجله، اول ما نطلع من الخانه ودي التطعيم ويا رشه الفليت الطريقه اللي راويتكم اياها اسجل اسمه واحط له حيل الثاني اللي فيه رقم تلفوني. يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير.